عملت اتصالات الجزائر بولاية خنشلة على عصرنة الشبكة الهاتفية ومد مئات الكيلومترات من الألياف البصرية على مستوى تراب الولاية، وصولا بذلك إلى أبعد نقطة على سبيل المثال خنقة سيدي ناجي على حدود ولاية بسكرة وجوجيل على حدود ولاية الوادي. هذا ما سمح بتأمين شبكة الاتصالات وربط العديد من المناطق النائية لتمكين مواطنيها من الاستفادة من الخدمات المقدمة. كذلك تم وضع حيز الخدمة العديد من المحطات الجيل الرابع خاصة في المناطق الجبلية صعبة التضاريس والمعروفة بمناطق الظل لفك العزلة على سكانها في مجال الاتصالات، ومثالا على ذلك راس الماء، فيض الأبيض والخروب. إضافة لذلك محطات أخرى بصدد الإنجاز على مستوى كل من الميتة، الزاوية، شرتيثا، هلة. كما سيتم استلام مع نهاية هذه السنة محطات في كل من فيض حريز، بوزواك، نوغيس، بوخاشم، تيرشو، بالبقار وغيرها.